السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى ان شاء الله هنصلصل مع بعض شوية طماطم كده حلوة، وان شاء الله نشوف مع بعض. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. زي ما احنا عارفين بقى الطماطم اليومين دول رخيصة جدا، فطبعا انا حبيت نعملها مع بعض. انا حبيت عملت شوية كده عشان ما اطولش عليك الفيديو، حطيت قطعت شويه اهو، حطيتهم في قلب الحله. طبعا مش هنولع البوتاجاز غير لما نخلص مع بعض. هنشيل الحته اللي من فوق الوش دي، طبعا احنا غسلناها وصفيناها، ونقطع كل قطايه نصين. طبعا شايفين القطه مش كبيره، يعني الحجم اللي عامل زي البلح ده، الصور جميله قوي مسكره اليومين دول. هنقطع بقى كده زي ما انتم شايفين حته من على الوش وكل نصين. هنكمل بقى ونشوف مع بعض. هنقطعها بقى، انا قطعتها كلها اهي. وطبعا اوعي تحط عليها ميه خالص. وعندي هنا 3 بنجرات، هنشوف مع بعض. 3 بنجرات انا قشرتهم، ودول 6 كيلو قوطه عليهم 3 بنجرات. قطعتهم كده زي ما انتم شايفين، قطعتهم ربع زي القوطه بالظبط، وهنحطهم فيها. ودي كميه القوطه كلها حطها في الحله اهي. بس طبعا زي ما قلنا مش هنحط عليها ميه خالص، لان القوطه هتنزل ميه. وهنشوف مع بعض قد كده. هنولع بقى البوتاجاز اول غلوتين بس كده على النار عاليه، وبعد كده هنوطي عليها خالص. وطبعا ده احسن وقت ان انت تصلصلي فيها الطماطم، تيجي بقى تعملي محشي، تطبخي، تبصي تلاقي الحاجه عندك سهله، وتبقى تعبيها في الكيس على قد من استعمالك، وتبقى سهله عليكي، ما تاخدش منك اي وقت ولا اي غلبه. زي ما انتم شايفين، بص الميه بقت في ايدي، كل دي الميه نازله من الطماطم. طبعا الفلفل دوت اختياري، انا حطيت 4 قرون كده، بيدوا ايه طعم كده حلو في قلب الطماطم. عايزه تحطي ما تحطيش براحتك كده. زي ما احنا شايفين هي اتسبكت بعد ساعه ونص، اتسبكت خالص. وطبعا احب اقولك انك انت ما تغطيش الطماطم على البوتاجاز، عشان هتفضل الغطا يكون بعرق وميه من البخار، وهتبصي تلاقي تاخد منك كتير. فحاولي انك انت ايه تعري الغطا خالص. انا طبعا بعد ما بردت خالص ضربتها في قلب الخلاط، وعبيت بطرمانينه، وحبيت اعبي مع بعض ونشوف. هتحطي بقى كيس كده في قلب شفشق، في قلب طبق، بس عشان تملك الكيس. وطبعا انا هناك منه، عشان معلش بقى ماسكه الكاميرا بالعافيه، ماسكه الكاميرا في ايديا وبعبي بالايد الثانيه، فمعلش بقى اعذروني. هنعبي الكيس كده مع بعض، اعبي الكيس وعبي التانيين بقى لوحدي، ما نشوف في الاخر مع بعض اتعبت ازاي. هتعبي بقى على حسب الكميه اللي انت عايزاها. ممكن تعبي الكميه الكبيره، تبقى الكيس ده عارفه للمحشي، الكيس الحبه الصغيره دول للطبيخ، لقلب مكرونه. انا بقى حاب الباقي كده مع بعض ونشوف. شايفين لونه بقى جميل قوي زي البنجر، طبعا انتوا عارفين مفيد وبيخلي لونه حلو وطعمه برضو حلو. وزي ما انتوا شايفين عبيناه اهو. وطبعا البطرمان، لو حطينا البطرمان الصلصه البطرمان ازاز، حاول انك انت ما تمليش البطرمان للاخر، يكون فايض منه شويه عشان خاطر ما يعملش تلج والازاز يتكسر. وطبعا هنعبي الباقي في قلب اكياس، وان شاء الله يعجبكم. نتقابل في اكله جديده، نتقابل في اكله جديده من اكلات تيتانونا. ما تنسيناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.